إذن أخذ الخيط من فضلتك، وكيف يموت المرء على الإسلام؟ نعم. إذا فارق الإنسان الدنيا على حال ترضي الله تبارك وتعالى رضي الله عنه وأرضاه، ومن فارق الدنيا على حال تسخط الله غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كما في حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه صفة توفي الملائكة للبشر من المؤمنين وغيرهم. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المؤمن الذي قد عمل الصالحات، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ملك الموت فيجلس عند رأس المؤمن فيقول: يا أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: يا أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى روح وريحان ورضوان من الله ومغفرة ورب راض عنك غير غضبان. قال النبي: فتخرج روحه فتسيل كما يسيل الماء من في السقاء. فذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر: نعوذ بالله من ذلك، فينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فمن فارق الدنيا على حال ترضي الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن فارق الدنيا على حال تسخط الله غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وليس شيء أرضى لله تبارك وتعالى من الإسلام، كما أنه ليس شيء أسخط لله عز وجل من الكفر، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، كذا قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس شيء أرضى لله من الإسلام له، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك وصى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ألا يفارقوا الدنيا إلا وهم مسلمون، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى: إلزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. فإن الإنسان على يقين أنه ميت ولا يدري متى، فإذا كلف بالموت على حالة ما لزمه أن يلزم هذا الحال من حين التكليف إلى أن يموت. وقال ابن كثير رحمه الله في تأويل قول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام واستقيموا عليه حتى تموت. حافظوا على الإسلام واستقيموا عليه وتمسكوا به في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفاكم الله مسلمين. فإن الكريم سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فنعوذ أو فعياذا بالله من خلاف ذلك. ولما كان الموت يأتي بغتة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس
سيموت بأرض سواها. لما كان الموت يأتي بغتة وفجأة وجب على كل من أراد السلامة أن يكون متلبسا بطاعة الله، مستعدا للقاء الله، منشغلا بزاد أو بعمل يقدم به على الله. كما قال داود الطائي: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم في آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن الأمر عما قريب وقد يأتيك بغتة. فكن دائما على استعداد للقاء الله، كن دائما متلبسا بطاعة الله. أيسرك أن تلقى الله وأنت على هذا الحال؟ أيرضيك أن يأتيك الموت وأنت على هذا الحال؟ هل لو قدر الله وجاء الموت الآن، وينبغي أن نذكر أنفسنا بذلك، هل أنا مستعد للقاء الله؟ هل أنا مستعد للقاء الله؟ هل الحالة التي أنت عليها الآن ترضاها للموت؟ هل أنا مستعد لمغادرة هذه الحياة والانتقال إلى حياة أخرى؟ والله لو تكلم أهل القبور لقالوا لن استعد. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كان الإمام الشافعي رحمه الله، أظن أو مالك بن دينار، يذهب إلى زيارة القبور ويقف في وسطها ويقول: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر؟ منصور بن زازان كان قد بلغ في العبادة والطاعة والاجتهاد، ما لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما وجد مزيدا في العمل. صفوان بن سليم كان قد تعقدت قدماه وساقاه من طول القيام والوقوف بين يدي الله، وكاد بلغ من حبه لربه أنه كان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. وبلغ في الطاعة والعبادة ما لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد مزيدا. الشاهد من الكلام: من أراد النجاة فليحافظ على طاعة الله. نعم. وليكثر من ذكر الله حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإن الإنسان إذا حضره الموت وعاين سكراته نطق بما كان مشغولا به في حياته. فمن كان مشغولا بذكر الله نطق بذكر الله، ومن كان مشغولا بغير ذكر الله نطق به. كالنائم ينام وهو مشغول بشيء فيتكلم به وهو نائم. والذين تشغلهم أموالهم وأهلهم وأولادهم عن ذكر الله إذا جاء أحدهم الموت لا يذكرون الله، وإنما يذكرون ما كانوا منشغلين به. قيل لأحد المرابين عند ساعة الاحتضار: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول 10 بـ11 و13 و15. قيل لمن قصر ماله وأرضه فألهى عن ذكر الله عند ساعة الاحتضار: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: ما فعل البستان الفلاني وما أخرجت الأرض الفلانية، ومات على ذلك. قيل لآخر قلبه قد تعلق بامرأة فهويها وعشقها فأكثر من ذكرها: يا فلان قل لا إله إلا الله، فجعل يذكر محاسنها ومفاتنها حتى مات على ذلك، نعوذ بالله من سوء الختام. قيل لآخر قد تعلق قلبه بالغناء
عند ساعة الاحتضار قل لا إله إلا الله فجعل يقولها الرأى الحب سقارا. قيل لآخر قد تعلق قلبه بالصحف والمجلات الخليعة والصور العارية يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول ائتوني اعطوني الممثلة الفلانية ائتوني بالصحيفة الفلانية ائتوني بالمجلة الفلانية ومات على ذلك نعوذ بالله من سوء الختام ونسأل الله حسن الختام. يا رب نسألك حسن الختام يا رب.